أهلا بكم إلى حلقة جديدة من زوايا الحدث، نناقش فيها أبعاد إعلان البنتاغون ضبط شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي. أبلغت الولايات المتحدة مجلس الأمن أن بحريتها اعترضت 358 صاروخا إيرانيا كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي. وقالت السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كيلي كرافت خلال جلسة مجلس الأمن أن الصواريخ الإيرانية الصنع، مشيرة إلى أن بلادها قدمت الأدلة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين. أضافت أنه في الوقت الذي كان فيه الجميع يطالب بالعودة إلى المحادثات، أظهرت إيران لونها الحقيقي من خلال الاستمرار في إرسال أسلحة متطورة للحوثيين في انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن. وفي السياق ذاته أكدت وزارة الدفاع الأمريكية أن الولايات المتحدة احتجزت حتى الآن 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى ميليشيا الحوثي، موضحة أن الأسلحة تشمل صواريخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة تستخدمها ميليشيا الحوثي لشن هجمات إرهابية. المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية ويليام أوربان كشف عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع والتي استولى عليهما فريقان تابعا للبحرية الأمريكية خلال الفترة الماضية وهم في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن. ما الذي يعنيه استمرار وصول الأسلحة للحوثيين وكيف لها أن تعبر رغم رقابة وسيطرة التحالف؟ وكيف يمكن الحد من تدفق الأسلحة إلى الإنقلابيين؟ نبدأ النقاش بعد التقرير. تصعيد أمريكي غير مسبوق على خلفية استمرار إيران في تصدير الأسلحة النوعية لميليشيا الحوثي الإنقلابية في اليمن. في 9 من شهر فبراير الجاري أعلنت البحرية الأمريكية أن السفينة USS نورماندي CG-60 أوقفت مركباً شراعياً واكتشفت فيه مخبأً كبيراً للأسلحة، وذلك أثناء قيامها بعمليات الأمن البحري في منطقة عملياتها في بحر العرب، لتضاف إلى عملية اعتراض سابقة جرت في نوفمبر من العام الماضي في المنطقة نفسها. لم تتوقف الولايات المتحدة عن الحديث عن هذه العملية التي يبدو أنها اكتسبت أهمية استثنائية كونها وفرت أدلة قوية على ضلوع إيران المباشر في تصدير الصواريخ المجنحة وصواريخ أرض جو ومكونات الطائرات المسيرة والأسلحة المضادة للدروع. في مؤتمر صحفي في مقر البنتاغون بواشنطن الأربعاء، كشفت وزارة الدفاع الأمريكية عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع اللتين استولت عليهما البحرية الأمريكية في بحر العرب في عمليتين منفصلتين نفذهما فريقان من البحرية وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن. المتحدث باسم القيادة الوسطى الأمريكية كابتن ويليام أوربان أوضح في إيجاز أن فيلق القدس التابع للحرس الثوري الإيراني يقف على الأرجح وراء تهريب الأسلحة إلى الحوثيين دون أي اعتبار لقرارات مجلس الأمن الدولي، لافتا إلى أن بين هذه الأسلحة المصادرة أجزاء من صاروخ كروز 351 متوافقة مع تكوين المحرك والذيل للمواد المستخرجة من الصواريخ المستخدمة في الهجوم الإيراني على مصافي أرامكو في المملكة العربية السعودية في سبتمبر من العام المنصرم. كما لفت إلى أن البحرية ضبطت النوع ذاته من القوارب الشراعية المستخدمة في التهريب والتي قال إنها تتطابق مع نمط تاريخي ثابت من هذه السفن المستخدمة لنقل الأسلحة إلى الحوثيين، ليصل إلى استنتاج مفاده بأن إيران مسؤولة عن تخطيط هذه الشحنات وتنظيمها وصنعها. وعرض أوربان صوراً للأسلحة التي تم ضبطها والتي شملت الأخيرة منها 150 صاروخاً من نوع دهلاويه المضادة للدبابات، وهو نسخة إيرانية من صاروخ كورنت الروسي، وثلاثة صواريخ أرض جو مصممة ومصنعة بشكل منفرد من قبل إيران من طراز 358، وكذلك أجزاء أسلحة أخرى لأنظمة بحرية مسيرة. وبحسب الناطق باسم البنتاغون فإن بين المعدات المحتجزة أوجه تشابه محددة مع الشحنة المحتجزة مؤخراً من الأسلحة التي أفادت لجنة الأمم المتحدة بأنها إيرانية الصنع، ومنها صواريخ أرض جو بالإضافة إلى نواضير وأنواع أخرى من الأسلحة. أبدأ النقاش مع ضيفنا من المملكة العربية السعودية ومن أبها الكاتب والمحلل السياسي سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. أستاذ سلمان تسمعني؟
طيب سنعود التواصل مع الأستاذ سلمان عسكر، وينضم إلينا أيضا من الولايات المتحدة الأمريكية وتحديدا من نيويورك المحلل السياسي إبراهيم القعطبي. أهلا بك أستاذ عبد الإبراهيم. أستاذ إبراهيم تسمعني؟ نعم أسمعك. نبدأ بتعليق حول الإعلان الأمريكي الذي جاء على لسان وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون عن ضبط 7 شحنات أسلحة إيرانية متوجهة إلى اليمن، ما المتوقع بعد هذا الإعلان؟ كان مفترض أن تكون هناك جلسة لمجلس الأمن كون إيران تقوم بتقويض فحسب، إنما في المنطقة ككل، يعني هذا يعتبر ليس تهديدا فقط لليمنيين ولدولتهم، وإنما تهديدا للسعودية ولدول الخليج ككل وللمنطقة. كان يفترض أن تكون هناك جلسة للسلام طارئة لهذا الخبر، وكان يفترض إذا كانت تلك حقائق موثقة أن يكون هناك نوعا من العقوبات، وأن تبدأ العقوبات المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات كونها هي المستهدف الأول من قبل النظام الإيراني. لكننا نرى اليوم أن لا السعودية ولا الإمارات تقوم بأي عقوبة، بفرض أي عقوبات على إيران، لا بقطع العلاقات السياسية ولا حتى بحد العلاقات الاقتصادية. إذا كانوا سيستمرون بهذه الطريقة فهذا ما يمكن وما يشجع الأفعال التي تقوض أمننا أستاذ إبراهيم. طيب سأعود التواصل بالأستاذ إبراهيم. أرحب مرة أخرى بالأستاذ سلمان عسكر إذا كان معنا الآن على الهواء. أستاذ سلمان أهلا بك. طيب سنعاود التواصل مع ضيوفنا من المملكة العربية السعودية وأيضا الأستاذ إبراهيم قعطبي من الولايات المتحدة الأمريكية، ونحن نناقش في هذه الحلقة أبعاد وتداعيات الإعلان الأمريكي والذي جاء على لسان البنتاغون حول ضبط شحنات أسلحة إيرانية كانت في طريقها لميليشيا الحوثي. الولايات المتحدة أبلغت مجلس الأمن أن بحريتها اعترضت 358 صاروخ إيراني كانت في طريقها إلى ميليشيا الحوثي، وجاءت التأكيدات الأمريكية على لسان السفيرة الأمريكية الدائمة لدى الأمم المتحدة كليكرافت خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي، حيث قالت أن الصواريخ هي إيرانية الصنع، وأشارت إلى أن الولايات المتحدة قدمت كل الأدلة للأمم المتحدة والشركاء الدوليين. ضافت السفيرة الأمريكية أنه في الوقت الذي كان الجميع يطالب ويتحدث عن أهمية العودة إلى المحادثات السلام، إيران كانت تسير في عكس ذلك من خلال استمرارها في إرسال أسلحة متطورة لميليشيا الحوثي، واعتبرت السفيرة الأمريكية أن ذلك هو انتهاك لحظر الأسلحة الذي فرضه مجلس الأمن. وزارة الدفاع الأمريكية قالت أن الولايات المتحدة حتى اللحظة احتجزت 7 شحنات من الأسلحة الإيرانية المرسلة إلى ميليشيا الحوثي. أوضحت أن هذه الأسلحة تشمل صواريخ وأجهزة إطلاق طائرات مسيرة، وأن ميليشيا الحوثي تستخدمها لشن هجمات إرهابية. المتحدث أيضا باسم القيادة الوسطى الأمريكية ويليام أوربان كشف عن تفاصيل شحنتي الأسلحة. أعد إذا نعود مرة أخرى للتواصل مع ضيفنا من المملكة العربية السعودية سلمان عسكر. أهلا بك أستاذ سلمان. مرحبا حياك الله. إعلان البنتاغون حول ضبط شحنات أسلحة إيرانية، يقرأ من هذا الإعلان أن هناك تهديد للأمن اليمني وأيضا للأمن القومي السعودي، إلى أي حد المملكة العربية السعودية تشعر بالخطر من كل هذه شحنات الأسلحة التي يتم ضبطها؟ أولا أحييك وأحيي ضيفك من الولايات المتحدة الأمريكية والسادة المشاهدين. هذا التهديدات ليست المملكة العربية السعودية عزيزي، بل هي للإقليم، للمنطقة، للعالم. أيضا هددت قبل كده الملاحة الدولية هذه العصابات الإيرانية لا تهدد الأمن الخليجي فحسب، تهدد العالم بأسره. سبق أن وجهت المملكة العربية السعودية تحذيرات من التوجهات الإيرانية. التحالف العربي أعلن مرارا عن التدخلات وعن استمرار التهريبات الإيرانية للحوثيين في اليمن، أعلن عن تهديدات تهدد الملاحة الدولية، ولكن للأسف لا حياة لمن تنادي. إذن من عجين وأخرى من طحين، شيء
مريب شيء مخيف ما يحدث، صمت عالمي وكأنه يقول لإيران واصل المسير ونحن نحميك. العجيب في الأمر أن الولايات المتحدة الأمريكية تقول بأن بدأنا نحصل على صمود، يعني هالسفينة وهالإجراء وهالصواريخ الإيرانية وهالأدلة القاطعة القاصمة والبراهين القوية والكبيرة، ولا تزال أمريكا تقول بدأنا نحصل على خيوط للوصول إلى أدلة. يعني 5 سنوات إيران تتحدى العالم بأسرة وتواصل تهريبها، ثم تأتي أمريكا وللأسف دولة مثل ألمانيا وتقول تنكر الأمر. الأدلة واضحة وصريحة، ولكن هناك تغاضي وغض الطرف عما يحصل وتماهي في الموضوع. طيب. بل تأييد لإيران بطريقة أو أخرى. اسمح لي أن إذن حالة صمت جملة عزيزي. طيب، حالة صمت وتخاذل ودعم ربما لإيران لتهريب المزيد من الأسلحة التي كما تقول هي لا تهدد اليمن فقط لكنها تهدد الأمن في دول الخليج وفي المنطقة. إذا كانت هناك حالة الصمت، ماذا عن المملكة العربية السعودية ودول التحالف؟ ما الذي اتخذته من إجراءات للدفاع عن نفسها للحد من هذه المخاطر حتى الآن؟ لأنه كما قال الأستاذ إبراهيم القعطبي ضيفنا من نيويورك في بداية الحلقة أيضا أن المملكة ربما لا تشعر بخطورة من تواصل هذه الشحنات التي تصل إلى الحوثيين، ولذلك هي لم تتخذ أي موقف وأنها في حالة عجز ربما. لا، ليست في حالة عجز عزيزي. المملكة العربية السعودية تحترم القوانين والأعراف الدولية وتسير وفق منهج وخطوات مرتبة ومنسقة، وليست في مواجهة مع إيران. الخطر ليس خطر يخص المملكة العربية السعودية بل يخص المجتمع الدولي. المملكة العربية السعودية مثلما تحترم القوانين في دعمها للشرعية في اليمن، فهي قامت بإبلاغ وإشعار الأمم المتحدة والمجتمع الدولي مرارا ومن منبر الأمم المتحدة بأن التدخلات الإيرانية في المنطقة لا تزال وأن الأدلة والوثائق موجودة. لعلي أستعرض لك يا سيدي وأمام الأمريكان ما حدث في العاصمة السعودية الرياض. الصواريخ التي وجهت من الحوثيين للمملكة كان عليها بصمة إيران، الصناعة الإيرانية. حدث أن هناك مؤتمر أعلن رسميا وحضر بعض الإعلاميين والمحللين الغربيين واتضح وضوح الأدلة كوضوح الشمس في كبد النهار. الصمت العالمي هذا ليس مسؤولية المملكة العربية السعودية، مسؤولية العالم بأسره. التهديد لا يهدد المملكة ولا يهدد الإقليم ولا الخليج كما أسألت لك، هو يهدد المجتمع الدولي. إذا كان الحوثيين أعلنوا مرارا بأنهم سوف يهاجمون الملاحة الدولية في بحر العرب ومن وراهم إيران، لكن ولم يستطيع أحد أن يحارب، لكن التهديد الملموس حتى الآن على الأقل هو يهدد المملكة العربية السعودية. من تسقط بهذه الأسلحة من طائرة ومقاتلة هي سعودية، المنشآت التي تم الاعتداء عليها بهذه الأسلحة كأرامكو وغيرها هي سعودية. ربما المجتمع الدولي مصالحه الآن بطريقة مباشرة غير مهددة. لم أفهم سؤالك سيدي. تقول أن المملكة العربية السعودية ليست هي المهددة ولا يرى لها أي تأثير من هذه الأسلحة المهربة، لكن هذه الأسلحة كما أشار وزارة الدفاع الأمريكية البنتاغون هي أسلحة متطورة، هي الأسلحة التي من خلالها تم ربما استهداف منشآت سعودية، هي الأسلحة التي بفعلها الحوثيين طوروا من قدراتهم واستطاعوا من إسقاط الطائرات السعودية طائرات التحالف. المملكة العربية السعودية في موضوع شأن التحالف في اليمن أو الحرب في اليمن هي ضمن منظومة التحالف العربي، ولا يمكن أن تخرج عن المسار أو عن التحالف، وهي أتت وفق آلية وهدف رئيسي وهو استعادة الشرعية، ليس الهدف إيران. إيران عندما يحتم الأمر، وأنا أقولها صراحة ووضوحا أمامك، عندما يصبح الأمر مواجهة مع إيران والمملكة العربية السعودية فإن المملكة لن تجلس مكتوفة الأيدي، وحينها لن تنتظر الأمم المتحدة ولا الولايات المتحدة ولا المجتمع الدولي، وستقف للدفاع عن حدودها سواء على الخط اليمني أو على الخط الشرقي أو الشمالي للمملكة العربية السعودية. المملكة العربية السعودية لا تعتدي على أي دولة ولا تحب التدخل في الشؤون الدولية، ولكن عندما يصبح الحبل على الغارب وتصبح إيران تقول أنا هنا، لأن المملكة العربية السعودية سيكون ردها سريعا ولن تنتظر أحد، وحينها ستعرف إيران وطهران ومن معها
من هي المملكة العربية السعودية؟ يعني باختصار أنا أعطيك هذا الإيضاح الصريح والواضح. لكن الآن لا زالت المملكة تسير وفق احترام الإجراءات القانونية والدولية في مثل هذه الأمور، وتقول بأن هناك، يا أخي أنا سأضرب لك مثلا حيا مباشرا. الولايات المتحدة الأمريكية عندما حصل تهريب لبعض الأسلحة من النفسة قبل بضع سنوات أقامت الدنيا ولم تقعدها، وإن هناك عمليات تهريب وسوف نتخذ وسوف نقوم وسوف نجري. طيب هل يعقل بأن الولايات المتحدة الأمريكية شرطة العالم وذاني استخبارات في الأرض لا تعلم أن إيران تهدد الحوثيين بعد 5 سنوات من الحرب في اليمن إلا بعد أن ألقت القبض شخصيا على السفينة؟ وأنا أشك أن القبض على هذه السفينة له مآرب أخرى تريد منها أمريكا أن تقول شيئا في نفسها. يعني معقول المخابرات الأمريكية والدولية لا تعلم أن إيران هي التي تهرب الحوثيين؟ إذا من أين هذه التساؤلات مهمة، سأعود لأسألك عنها. ما هي المآرب وما هي الأبعاد التي تريد المملكة العربية السعودية، ولماذا صبرت كل هذه السنوات؟ سأعود لك أستاذ سلمان، ورحب بضيفي من الدوحة الكاتب والباحث السياسي نجيب اليافعي. أهلا بك أستاذ نجيب. مرحبا. هل يتعين فقط على المملكة العربية السعودية أن تقلق من استمرار وصول السلاح إلى الحوثيين، أم الخطورة هي ربما مقتصرة الآن على الداخل اليمني فقط؟ للأسف الشديد السعودية هي تلعب بالنار. هي منذ 5 سنوات بدل أن تستعيد الشرعية وبدأ أن تستعيد الحكومة الشرعية وتصل إلى صنعاء، ها نحن نجد بعد 5 سنوات أن الحوثيين لا زالوا يحصلون على أسلحة نوعية وأسلحة مهمة ومتطورة ولديها تقنية عالية، كما حصل وكشفت القيادة الأمريكية العسكرية عن هذه الشغلات الجديدة. ولكن السعودية للأسف الشديد تمضي في هذا الطريق، هي تدرك جيدا أن اللعب في اليمن يرتد إلى داخلها، وبالتالي عصابات الحوثي وميليشيات الحوثي حاليا هي تشتغل عبر طريقين، الطريق الأول هو داخل اليمن، الطريق الثاني هو في المناطق الحدودية مع السعودية. يعني بحكم الحدود الطويلة بإمكان الحوثيين عن طريق الشيعة في المناطق الشرقية والشيعة أيضا في نجران أن يقوموا بتخزين الأسلحة التي يحصلون عليها من خلال عمليات التهريب الواسعة، وسيأتي الوقت الذي سنشاهد الشيعة وهم يتحركون في مناطق نجران والمناطق الحدودية والمناطق الشرقية، وبالتالي السعودية ستكون هي في قلب العاصفة. ولكن السعودية إلى الآن لا زالت تلعب في اليمن ولا تريد اليمن أن يستقر، وبالتالي هذا الأمر سينعكس بشكل مباشر على السعودية. طيب وما علاقة المملكة أو ما هي المآخذ على أدائها في اليمن في وصول واستمرار وصول هذه الأسلحة المتطورة والتقنية النوعية كما تقول؟ لأن بالأخير هي تهددها يعني. يعني بكل بساطة الحوثيين الآن أصبحوا يسيطرون على الحديدة والحديدة تطل على البحر الأحمر، ونحن نعرف أن هذه المنطقة منطقة تهريب، ونحن أيضا نعرف أن المنطقة التي يديرها طارق محمد عبد الله صالح الذي يمول من الامارات بشكل مباشر وتحت رعايه الخير السعوديه، هذه المناطق هي مناطق تاريخيه معروفه جدا، والمهربين ايضا يشتغلون مع عمار محمد عبد الله صالح الذي كان يدير جهاز الامن القومي، بالتالي عمليات التهريب مستمره، ونحن نشاهد بعد 5 سنوات كيف ان الحوثيين اسقطوا طائره في الجو، كيف ان الحوثيين باتوا يسقطون طائرات الاستطلاع التابعه للسعوديه، كيف ان الحوثيين باتوا يقصفون الى داخل العمق السعودي، كيف ان كل هذا يحصل بعد 5 سنوات من الحرب بدل ان تنتهي عصابات الحوثي، وجدناه الان يحصلون على اسلحه متطوره وتقنيه عاليه، في المقابل لا نجد الجيش الوطني لا توجد لديه اسلحه نوعيه ولا توجد لديه مضادات للطائره ولا توجد لديه تلك الاسلحه التي تمتلكها عصابه الحوثي، وهذا يدعو للتساؤل. لكن من خلال الواقع والتجربه التي حصلت خلال 5 سنوات السعوديه تريد هناك جناح في السعوديه يدعم الحوثي بشكل مباشر، يوفر له الاموال من خلال المساعدات التي تحصل والتي تقدمها السعوديه لليمن، يوفر له عمليات الحصول على الاسلحه والتقنيه من خلال التغاضي عن وجود الحوثي على البحر الاحمر، وهذه منطقه تهريب ومعروفه جدا، ويستطيع الحوثي ان يحصل على الاسلحه بشكل مباشر، بدل ان تتوجه السعوديه وبدل ان تدعم الحكومه لتسيطر على تلك المناطق المفتوحه المطله على البحر، لذلك تذهب الى الحدود مع عمان وتتحرك في تلك المنطقه، وهذه من اغرب العجائب.
من طيب. الذي يدير السعوديه؟ لا احد يعرف. من الذي يعني يحرك الملف في اليمن؟ هناك اجنحه، هناك مصالح للاسف الشديد، ابتداء من السفير السعودي بالنسبه لليمن، وانتهاء بقيادات عليا داخل السعوديه، قيادات فاسده تحصل على الاموال بالتقاسم مع قيادات يمنيه، وهذه القيادات للاسف الشديد هناك لوبي يشتغل ايضا مع اصابه الحوثي، وهذا ما جعل الحوثي بعد خمس سنوات يستمر ويواصل التقدم ويواصل السيطره ويواصل الحصول على اسلحه نوعيه من تلك التي كشفت عنها القياده الامريكيه التي ظلت تتغاضى عن موضوع ان الحوثي يحصل على اسلحه ايران لفتره طويله، لكن بعد ان شهرت انها اصبحت محرجه امام السعوديه خرجت بهذا الاعلان، والا نحن ندرك جيدا ان الحوثي حصل على اسلحه متنوعه وعلى صفقات، وهناك اسلحه قبضت عليها الحكومه اليمنيه وقبضت عليها سفن التحالف في اليمن وشاهدها العالم، ولكن هكذا تريد السعوديه ان تلعب في اليمن، وعليها ان تستعد لموضوع انفجار الموضوع الشيعي في المناطق الشرقيه. طيب انقل هذه النقاط المناطق الحدوديه المطله على الاطراف. طيب انقل هذه النقاط استاذ نجيب للاستاذ سلمان عسكر. استاذ سلمان عسكر، تتساءل وتقول لديك استفهامات كثيره حول صمت الولايات المتحده خمس سنوات عن طرق وتهريب السلاح الى الحوثيين. ايضا الاستاذ نجيب اليافعي يقول لك المملكه العربيه السعوديه الان هي تلعب بالنار بدلا من دعم الحكومه الشرعيه، هي ربما تتغاضى عن هذا السلاح الذي يصل الى ميليشيا الحوثي. ردك. والله شر البلية ما يضحك. عندما كان ضيفك إبراهيم القطبي من الولايات المتحدة كنت أستمع له، يعني في الأخير رأي رجل يعني ينظر بمنظار متوازن، لكن يا أخي أن تجيلي واحد ويقول أن المملكة العربية السعودية تدعم الحوثيين، ثم بعد ذلك يقول أن المملكة العربية السعودية تدعم عيال أبناء علي صالح، ثم في نفس المسار يقول ان الامارات العربيه المتحده تدعم الحوثي، ثم يا اخي ما دام ان الدعم كله للحوثي اذا ليش موجود التحالف؟ خلاص الحوثي يا اخي، هذه العقليات التي تنتج من قطر ومن حكم الحمدين، هذا هو تفكير. طيب بالمنطق يعني دعنا نتناقش بالمنطق استاذ سلمان عسكر، وكيف يصل كل هذا السلاح النوعي والمتطور للحوثيين والمملكه العربيه السعوديه والتحالف مسيطر على البر والبحر والجو اليمني؟ شوف، التهريب بضاعة عالمية وتجارة خطيرة، لا يمكن للتحالف العربي أن يتحكم أو أن يمعن المراقبة على حدود بحرية تبعد عن 2000 كيلو. إذا كان وقتها علي صالح هو يحكم اليمن لم يسيطر على حدودها البحرية، إذا كانت الولايات المتحدة الأمريكية ودول عظمى لا تستطيع أن تسيطر على التهريب سواء للمهاجرين أو للأسلحة أو المخدرات. يعني نريد أن نتكلم بالعقل يا عزيزي، التحالف العربي ليس بالشمس الشاركة على البحار، هناك عصابات من أقوى العصابات في العالم تدير عمليات التهريب في اليمن وبطرق احترافية وبمسارات وخبرات قديمة وطويلة، ولذا ليس سرا أن أقول لك أن الخبراء الإيرانيين وخبراء حزب الله استعانوا بفارس مناع والباكلي وطارق مونس وغيرهم من خبراء التهريب في الماضي، والذين كانوا عصابات مطلوبة على مستوى دولي استعانوا بهم، والتهريب أقول لك أنه إلى الآن وبكرة على قدم وساق. لا نقول أن التحالف العربي ولا الدول الغربية ولا أمريكا تستطيع أن توقف التهريب، إيران تهرب ليلا ونهارا. أنا أتمنى من الولايات المتحدة بأنها أوضحت لنا ما مصير السفينة التي قبضت عليها وإلى أين ذهبت وكيف تم التعامل معها وماذا حصل في شان السفينة التي تتربع في البحر الأحمر منذ 3 سنوات متوفر بها كافة الأجهزة والأسلحة والصواريخ. يا أخي هناك عملية صمت. طيب ورغم كل طيب أستاذ سلمان، ورغم كل هذه الإمكانيات وهذه الصعوبة في الحد من هذا التهريب، يبدو أنه يقف وراءه جهة كبيرة لديها إمكانيات هائلة، هل ما زلت عند قناعتك التي كانت في بداية الحلقة أنه الآن المملكة العربية السعودية لا تواجه إيران، لا تلمس أي تهديد من إيران؟ لا، أنا لا أريد أن أدخل في النوايا، ولكن أقول أن ما يحدث الآن في اليمن هي ليست مواجهة مع إيران،
المملكة العربية السعودية ليست في مواجهة الآن مع إيران، وأنا أقولها بفم المليان، هي في استعادة، هي ضمن منظومة التحالف العربي في استعادة الشرعية في اليمن، وهذا بإقرار واجتماع ومعرفة دولية وليس سرا أو يسير تحت خفايا الظلام. لكن أنا أتكلم عما يحصل من تهريب للأسلحة، الحوثيين لا يملكون هذه الأسلحة المتطورة، مما أوضح مسؤول كان يعمل في وزارة الدفاع اليمنية في عهد الرئيس صالح وحتى سقوط حفظه من عام 2011 يقول لي أن الأسلحة الصواريخ المتوفرة التي كانت لدينا هي 21 صاروخ فقط طويلة المدى. الحوثيين أطلقوا على المملكة العربية السعودية أكثر من 230 صاروخ، فهل يعقل أن يظهروا ويقولوا لنا أنهم هم يصنعها في كهوف صعدة؟ لا يا سيدي، هناك دعنا لا نحكم على النوايا يا أستاذ سلمان عسكر. إذن كما قلت أشكرك جزيلا سلمان عسكر الكاتب والباحث السياسي السعودي، كنت معنا من أبها في المملكة العربية السعودية. أختم بسؤال أخير مع ضيفي من الدوحة الكاتب والباحث السياسي نجيب اليافعي. أستاذ نجيب، هناك إشارات ربما استمعت إليها من حديث الأستاذ سلمان عسكر، وهي اتهامات متكررة من التحالف لدول خليجية أنها هي من تسهل تهريب السلاح للحوثيين. برأيك من من هذه الدول إلى جانب إيران يمكن أن يكون له مصلحة في تسليح الحوثيين؟ أنا أعتقد أنه هو تكلم بشكل مباشر على دولة إيران، ومن حقهم أن يتحدثوا على هذا المنطق، لكن الذي قرر عليه بدون تحريف هو يساهم في عملية التهريب بشكل غير مباشر. الذي أطل الحرب لمدة 5 سنوات هو يريد لهذا الموضوع أن يستمر وأن تبقى إصابة الحوثي الذي قتل قيادات حزب الإصلاح في عدن، ويريد للمعركة أن تستمر. الذي قتل قيادات الجيش الوطني وقصفهم بالطائرات ويريد للحوثي أن يستمر. كل الأفعال التي تقوم بها السعودية خلال 5 سنوات هي تقول بشكل مباشر أنهم يريدون إبقاء إصابة الحوثي قوية، يريدون لها أن تستمر بطريقة أو بأخرى. هذا ما تفعله السعودية على أرض الواقع، وبالتالي قصة حصول الحوثي على أسلحة هذه من أغرب العجائب التي تقوم بها السعودية والإمارات، من خلال اللعب في النار، ومن خلال دعم الميليشيات، ومن خلال إسقاط الدولة، ومن خلال ضرب المسؤولين، ومن خلال عدم تأسيس سلطة للحكومة الشرعية لأن تمارس مهامها. وبالتالي هذه الأشياء كلها ساهمت وساعدت الحوثي في البقاء بشكل قوي وبالحصول على الأسلحة المستمرة. ضيفك يقول أن السعودية لا تواجه إيران بشكل مباشر في اليمن، وأنا أقول له عليك أن تقرأ ما قاله أحمد مطر لمن تصول سيفك يا عباس، قال اليوم الشدة. ما الذي تنتظر السعودية بعد أن أصبح الحوثي يدا طولا لإيران تضرب به السعودية في كل وقت وفي كل حين وتصل إلى عمق الأراضي السعودية؟ أشكرك جزيلا نجيب اليافعي كاتب واحد سياسي كنت معنا من الدوحة، وأيضا الشكر موصول لضيوف هذه الحلقة من زوايا الحدث. في الختام تحية طاقم البرنامج ومنتج الحلقة الزميل ودي عطف في أمان الله.